في إطار توأمة بين مستشفى القبة ومستشفى محمد الزياف، الحضور الطب من القبة اللي هو يتكون من حوالي بين مساعدين ولا اختصاصيين وأطباء ولا حوالي 17 طبيب، زيادة على وفد نتاع ورقلة اللي راه دائما في البلوك ولا غير ذلك. وهذه تدخل في جميع في الإطار كما يقول نعمة السمع، رد نعمة السمع إلى الأطفال. هذا الفوج الخامس عشر، مع العلم أن العملية الزرع انطلقت في ورقلة في 2009، بادرت بخمس عمليات، ولحد الآن الحمد لله رب العالمين رانا في 125 عملية وحوالي 130 ملف في الانتظار. نقول لهم يعطيكم الصحة على هذه المبادرة، سلكوا بزاف ناس والله قد ما نشكرهم قليل، باسكو داروا الخير في البراءة هذه. ساعدونا وعطونا فرصة باش ولادنا يديروا الزرع تاع القوقعة، واليوم والله إلا أنا سعداء فرحين، فرحة كبيرة.